اهلا بحضراتكم من جديد مكملين حديثنا مع دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار وبنتكلم عن الطروحات الحكوميه داخل البورصه وازاي ده ممكن يكون ليه عوائد اقتصاديه ايجابيه دكتور يمكن الحديث كمان كان كتير عن شركات قطاع الاعمال واللي ممكن يحدث تغيير داخل هذه الشركات وادائها الاقتصادي بالطرح في البورصه او لمستثمر اجنبي طب خلينا ناكد على انه هذه الدوله تحتاج لارقام كبيره للغايه من الاستثمارات سواء كانت محليه او عربيه او اجنبيه محتاجين ندفع معدل النمو الاقتصادي لما يتخطى سبعة يتجاوز 7% ونقعد عليه فتره زمنيه طويله علشان احنا الدوله بتواجهها تحدي كبير للغايه وزيادة السكانيه وما لم نستطيع ان نحقق معدل نمو اقتصادي يتخطى ال 7% على مدى فتره زمنيه طويله ومعدل يتسم ب. الاستقرار ويتسم ب تنميه في مش بس نمو لكن كمان تنميه يعني تشمل هذا يشمل هذا النمو كافه قطاعات النشاط الاقتصادي، كافه محافظات مصر، كافه فئات المجتمع ما لم يتحقق ده هيظل مستوى المعيشه متدني وعلشان نقدر نحقق معدل النمو الاقتصادي بهذا الرقم نحتاج لارقام كبيره من الاستثمارات. احنا الحقيقه مشك... عندنا مشكله انه نسبه الادخال للناتج المحلي بنتكلم 10 12%. وعشان نقدر نحقق مستهدف النمو الاقتصادي اللي اللي يتجاوز 7% احنا محتاجين هذه النسبه تتجاوز 25% ودي الحقيقه مساله صعبه للغايه مساله يعني تكاد تكون مستحيله في ظل الظروف الاقتصاديه الحاليه وبالتالي ما عندناش بديل غير انه استثمارات اجنبيه تاتي لنا ففي النهايه انا عايز اجيب مستثمر المستثمر لما بيجي للاستثمار المباشر اللي هو يبتدي يعمل مشروع يبتدي يدور على حته ارض يبتدي ياخد تراخيص يبتدي يشوف خطوط انتاج بتاخد ساعتين ثلاثة والمستثمر عادة اللي بيجي عشان يستثمر في الاستثمار المباشر عينه دايما بيبقى على الاستثمار المباشر اللي هو سوق مال وبوصة علشان هو لما يحب يتخارج يبقى عنده آلية أو وسيلة يتخارج وبالتالي احنا محتاجين هذا المستثمر وأمر طيب للغاية إنه الحكومة في إطار سعيها لجذب استثمارات سواء من الداخل أو من الخارج إنها تطرح عفوا ما لديها من شركات وأصول وده كنت 70 مليار متهيألي يعني في 2023 2024 زي ما قال دكتور مصطفى مدبولي ده حلم صعب تحقيقه لانه احنا عندنا مشكله مش في مصر عندنا مشكله على مستوى الاقتصاد العالمي احنا عندنا مشكله في حركه تدفق فلوس النمو على مستوى الدولي ولكن نتعشم خير انه في هذا المشهد الاقتصادي العالمي عموما وحاله من عدم اليقين يا في مساله صحيح؟ استثمر فين واحط فلوسي في ايه و... صحيح وبالتالي احنا عندنا مستهدف ان شاء الله نقترب من تحقيقه لكن المساله الاكثر اهميه من الرقم انه نصل برساله هامه للمجتمع المحلي والدولي فيما يتعلق بمجتمع الاعمال انه هذه الدوله جاده فيما تعلنه جاده ولديها قدرات وامكانيات واليات وادوات علشان تفعل الاستراتيجيه العامه للدوله والدوله الحقيقه بتعلنها وعلى الرغم ان يمكن خلال السنوات المعدوده الماضيه كان في هناك شك كان في بعض الشائعات لا ده الدوله مش جاده لا الدوله بتطرح وثيقه ملكيه الدوله بتطرح برنامج طروحات بتسعى لإيجاد مستثمر لكن خلينا نشيل مساله هامه للغاية الحقيقه البعض تناولها خلال الاسابيع الماضيه هي فكره البطء وخلينا نوضح مساله هامه انه مش معنى تاخر التنفيذ الفعلي للطروحات انه الحكومه متخاذله لا هو فكره الطروحات بتاخد وقت ليه لا مش بس من جانب الحكومه هي بتاخد وقت من جانب المستثمر لأن بيدرس الموضوع مش بيدرس على اكتر من مستوى المستثمر لما بيجي يشتري شركه بيعمل فحص فني والفحص ده بياخد وقت مش فحص بس على مستوى الشركه على مستوى القطاع مم. وعلى مستوى الوضع الاقتصادي ككل وفي عدة أمور بيبص عليها اتجاهات ساعد الفايدة اتجاهات سعر الصرف بيتكلم على المشهد الاقتصادي هل أنا كدولة ممكن أقدم حوافز معينة في هذا الاتجاه أو الحوار الوطني بيتحدث عن حوافز أخرى مختلفة تطرح داخل جلسات الحوار الوطني في مسألة أنه يعني نسرع وتيرة الاستثمارات بالتاكيد في مبدئيا في محفزات موجوده في التشريع اللي موجود سواء كان قانون سمارت او قانون المناطق الاقتصاديه او قانون الشركات او غيره في مجهود بيبذل في اطار مش بس البنيه التشريعيه اللي قطع فيها شوطا كبير لكن كمان في اطار البنيه التنظيميه خلينا نشيل لي خدمه المستثمرين المراكز التكنولوجيا اللي هي الدوله بتبذل فيها مجهود كبير وعازمه على انه هذه المراكز تنتشر في كافه محافظات مصر بنتكلم على الاليه الخاصه بالتعامل مع المشكلات اللي بتواجه المستثمرين وهذه الاليه هي اللي بتتبع شخصيا السيد إسمه سروزه لكن خلينا نشيد الى انه البنيه التنظيميه على الرغم مما يبذل فيها من مجهود بما فيها موضوع رخصه الذهبيه اللي هي فتح باب كبير امام مجتمع الاعمال علشان يسرع من الخطى في اطار ضخ فعلي للاستثمارات دي كلها مساله متكامله لكن ايضا خلينا ناكد على انه هيظل الشكوى فيما يتعلق بالاستثمارات شكوى دائما مستمدة يعني ما هيجيش ويجب العمل على جميع المعوقات في هذا المجال صحيح ومش هيجي يوم اللي ما يبقاش فيه مشاكل او شكاوى بس انا لو عندي معوقات فانا بقدم حوافز للمستثمر اللي جاي المفروض وانا شغال على المعوقات هذه الحوافز تفوق هذه المعوقات فيستثمر عندي في الاخر الامور الطيبه انه نوعيه المشاكل اللي بتواجه المستثمر بتتغير من وقت للتاني مم. ومعنى كده ايه معنى كده انه الحكومه بتتعامل بتتعامل مع المشك... المشكلات اللي كانت موجودة قبل بجدية وكون يبقى في مشاكل جديدة بتظهر ده برضه أمر طيب ويبقى احنا في إطار تنافس لأن احنا موجودين في منطقة وفي العالم كله الحقيقة في سباق محموم على المستثمرين على رجال الأعمال بكل تأكيد وبالتالي يبقى أمر منطقي أنه يبقى في مشاكل هي الفكرة مش أنه فيه ولا ما فيش مشاكل هي الفكرة أنه إلى أي مدى الدولة بتتعامل مع هذه المشاكل بالسرعة المطلوبة علشان تنهيها واعتصام انه خلال السنوات المعدوده الماضيه مش بس انه الدوله بتتعامل مع او الحكومه بتتعامل مع ما يطرح من مشاكل لكن خلينا نشير لمزايا موجوده داخل الاقتصاد المصري وهذه المزايا اتصور انها مش موجوده في العديد من الدول المنطقه بنتكلم على سوق متسع بنتكلم يتجاوز 100 مليون بنتكلم على دولة بيربطها اتفاقيات اقليمية ودولية دولة موجودة في منطقة بحكم الاتفاقات اللي موجوده كان داخل القاره الافريقيه باللي عملته مصر في ضم التكتلات الافريقيه بالمناسبه كوبيسا وسادك وشارع افريقيا بنتكلم على الاتفاقات الموجوده في المنطقه العربيه بنتكلم على مصر هب او مركز لجذب استثمارات تخدم على سوق قوامه 1.5 مليار وبالتالي دي دوله مهمه دوله بذلت مجهود ضخم خلال العام الثمانية الماضية في إطار إعادة بناء القدرات في في كافة المشروعات القوية صحيح. اللي تم تنفيذها أصبح لدينا قدرات تلبي احتياجات المستثمرين لعشرات السنوات القادمه صحيح. وده مش موجود في العديد من البنية الدول اللي دول العالم هذه الاستثماريه القويه اللي مصر عملتها خلال السنين اللي فاتت اللي احنا منتظرينه انه يتم يعني استخدامها الاستخدام الامثل وطرح يعني جديد داخل الحوار الوطني لكل ما يقف امام المستثمرين للدخول في السوق المصريه وده اللي هنتابعه مع حضراتكم من خلال جلسات الحوار الوطني ونامل في انه احنا نسمع اطروحات جديده تغير سوق الاستثمار وتغير المؤشر الاستثماري لمصر في المنطقه والعالم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار شكرا جزيلا على حضرتك معانا